يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول نوعين من أنواع الوان تكنولوجي اتكلمنا عنهم اللي هما الليز لاين اللي هو الديديكيتد سيركت سويتشنج، ومين كمان؟ والاون ديماند سيركت سويتشنج. أول نوعين من الوان تكنولوجي، تمام؟ اللي هو كنا قلنا ان جنرال سميناهم سيركت سويتشنج، صح؟ السيركت سويتشنج اساسا عشان اقومه محتاج بروتوكول، محتاج ايه؟ بروتوكول، تمام؟ انا كنت دايما بوصل تو راوترز اي بي هات نو شت داون، لو حبيت ان انا اعمل كلوكينج وخلاص. حطيت قبل كده انكابسوليشن بروتوكول معين؟ لا، لان بيبقى فيه بروتوكول باي ديفولت، تمام؟ فتاني سيركت سويتشنج انكابسوليشن بروتوكولز، تمام؟ باي ديفولت هلاقي اساسا ان الانترفيس بتاعه الراوترز معمول لها انكابسوليشن من غير ما انا احدد حاجه. ايه هي البروتوكولات اللي عندي اللي بتعمل لي انكابسوليشن للسيريال انترفيس؟ عندي الستاندرد اتش دي ال سي هاي ليفل داتا لينك كنترول، هاي ليفل ايه؟ داتا لينك كنترول. بس بالمناسبه سيسكو ما بتعملش اصلا سبورت للبروتوكول ده، تمام؟ سيسكو قامت عامله بروتوكول خاص بيها اسمه سيسكو اتش دي ال سي. اسمه ايه يا شباب؟ سيسكو اتش دي ال سي. طب ليه اساسا سيسكو ما بتعملش سبورت للستاندرد اتش دي ال سي؟ تعالوا كده نشوف الهيدر بتاع الستاندرد اتش دي ال سي ده. فلاج، الفلاج ده بيبقى بالمناسبه 8 بت، صفر وبعد كده 6 وحيد وبعد كده صفر، عشان يحدد ان هو ده بدايه الهيدر بتاعي، عشان يحدد ان ده ايه يا شباب؟ بدايه الهيدر بتاعي. طب بالنسبه للادرس، قال لك الادرس بيتحط كله وحيد، بتحجز مكانه كله وحيد وخلاص. ليه؟ اصل في السيركت سويتشنج كنت قلت لكم تو راوترز بيبقوا كونكتد ببعض، ايا كان اللي قدامي هيفرق معايا اللاير 2 ادرس بتاعه؟ لا، انا ببعت داتا وايا كان اللي قصادي هيستلم الداتا، تمام؟ طيب وفي هنا بعد كده عندي هنا داتا. بالنسبه لسيسكو قامت جايه في الجزئيه بتاعت اللي هي الداتا دي وحطت جنبيها خانه ثانيه اسمها بروتوكول تايب، حطت جنبيها خانه اسمها ايه؟ بروتوكول تايب. ايه حوار البروتوكول تايب ده بقى؟ قال لك ده ساعدني ان الاتش دي ال سي سيسكو اتش دي ال سي بقى بيسبورت مولتي بروتوكول انفايرمنت. اشبهها لكم بايه؟ فاكرين لما كنا اتكلمنا عن لاير 2 في الايثرنت؟ كنا قلنا ان الداتا عندي اول ما بتيجي عند كارت الشبكه بيسمح لها ان هي تدخل جوه البروسيسور ولا لا، تمام؟ ليه؟ بيبقى حصل نيجوشيشن، بيبقى عارف مثلا ان في خانه البروتوكول جاي له مثلا قيمه 0x600 مثلا، يبقى عارف ان ده بتاع بروتوكول الاي بي فيرجن 4 وهو شغال اي بي فيرجن 6، يبقى مش هيسمح للباكت دي ان هي تدخل جوه، تمام؟ نفس الفكره هنا بالظبط، كون ان انا اصلا في الاتش دي ال سي اللي هو الستاندرد ما عنديش الخانه بتاعت البروتوكول ده، كده خلاه يسبورت سنجل بروتوكول بس، يبقى الشبكه كلها لازم تكون شغاله بروتوكول واحد بس، تمام؟ لكن ان انا دلوقتي اتحط عندي الخانه بتاعه البروتوكول، يبقى الشبكه بتاعتي ممكن يكون فيها اجهزه شغاله فيرجن 4، اجهزه شغاله اي بي فيرجن 6، وات ايفر بقى. بيسبورت تاني ايه؟ مولتي بروتوكول انفايرمنت، تمام؟ ده بالنسبه للفرق ما بين الستاندرد اتش دي ال سي وسيسكو اتش دي ال سي. بس ستيل سيسكو دي اتش دي ال سي بروتوكول فيري ستريت فورورد. يعني ايه؟ اولا اول عيب فيه ان هو بتاع سيسكو من اسمه، بغض النظر على ان بعض الشركات اشترت اصلا الهيدر ده منها وبقوا بيعملوا له سبورت هم كمان، بس يعني بصفه عامه اول عيب فيه طبعا ان هو بتاع سيسكو. تاني عيب فيه ان هو بروتوكول فيري ستريت فورورد، مش بيسبورت اي فيتشرز مثلا انكريبشن اوثنتيكيشن ريلابيلتي، ما فيهوش الكلام ده كله. وعشان كده جت منظمه الاي اي تي اف، تمام؟ قامت عامله بروتوكول اسمه بوينت تو بوينت بروتوكول. بروتوكول اسمه ايه يا شباب؟ بوينت تو بوينت بروتوكول. طريقه الشغل بتاعته نفس الكلام بالظبط بتاع اللي هو الاتش دي ال سي سيسكو اتش دي ال سي، في بروتوكول تايب وبالتالي بيسبورت مولتي بروتوكول انفايرمنت. بس الميزه القويه جدا اللي فيه ان في مجموعه كبيره جدا من الفيتشرز بيعمل لها سبورت، وده اللي انا عايزه اركز عليه النهارده بقى، تمام؟ يبقى موضوعنا دلوقتي على مين؟ عن بروتوكول البوينت تو بوينت بروتوكول. البوينت تو بوينت بروتوكول، تمام؟ ايه حوار بقى البوينت تو بوينت بروتوكول؟ ات ستارت اب ايه اللي هيحصل؟ قال لك المرحله الاولانيه فيز 1 ات ستارت اب هي عباره عن مرحله النيبر ديس
ديسكفري فيز. فيز 1 هي عباره عن ايه؟ نيبر ديسكفري. ايه اللي بيتم فيها؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي ادي راوتر، ادي التاني كونكتد ببعض سيريال طبعا، صح؟ ده ار واحد تمام. وهفترض ان الراوتر ده بتاع الكاستمر كونكتد اصلا بالراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر اللي بنسميه البي راس راوتر. بنسميه يا شباب البي راس راوتر، برود باند ريموت اكسس سيرفر. برود باند ريموت اكسس ايه؟ سيرفر. لان اساسا البي راس راوتر ده اللي بيجمع من كذا عميل وبعد كده يطلع الناس دي كلها على مين؟ على الانترنت، تمام؟ فالاثنين شغالين بينهم وبين بعض ببروتوكول ايه؟ بوينت تو بوينت، تمام؟ ايه اللي هيحصل في البدايه؟ قال لك في البدايه خالص ار واحد هيبعت هيلو، هيبعت ايه؟ بس احنا لسه متفقين اصلا ان الهيلو ده مصطلح يعتبر جديد، كان زمان كل بروتوكول ليه المسمى الخاص بيه بالنسبه للباكت اللي اسمها الهيلو، فهنا كانت اسمها اوبن لينك، الهيلو هنا اسمها ايه؟ اوبن لينك. يقوم البي راس راوتر هو كمان ردد عليه بهيلو اللي هي الاوبن لينك. مين المسؤول عن الكلام ده كله؟ بروتوكول اسمه ال سي بي، لينك كنترول بروتوكول. لينك ايه؟ كنترول بروتوكول. يبقى ال سي بي مسؤول عن كذا حاجه. الحاجه الاولانيه هو المسؤول انه بيعمل استابليشمنت للسيشن بين التو راوترز، مانجمنت لللينك ده تمام، وبعد ما يخلصوا نقل الداتا اللي ما بينهم بيعمل ترمينيت لللينك للسيشن اللي ما بينهم، تمام. مش بس كده، التو راوترز بيبداوا ان هم ينيجوشيتوا على بعض الفيتشرز كتشبيه لغايه ما ناخدها بالتفصيل. مثلا ار واحد هيضغط الداتا ببروتوكول كذا، ار اتنين لازم يكون عنده القدره انه يفك الضغط عن الداتا بنفس البروتوكول عشان اصلا زي ما اتفقنا يقدروا يتعاملوا مع بعض، تمام. كل دي فيتشرز لازم يحصل ما بينهم نيجوشيشن عليها. برضو مين المسؤول عن النيجوشيشن ده؟ برضو بروتوكول مين؟ ال سي بي. بروتوكول مين يا شباب؟ ال سي بي. دي المرحله الاولانيه فيز 1 اللي هو النيبر ديسكفري. الفيز الثاني اي بي ديسكفري فيز، تمام. ايه حوار بقى الاي بي ديسكفري؟ الراوتر بتاع الكاستمر محتاج اي بي، مش كده؟ ممكن ياخده عن طريق مثلا دي اتش سي بي، مش كده؟ لكن ممكن كمان ياخده عن طريق بروتوكول اسمه اي بي سي بي. عن طريق بروتوكول اسمه ايه؟ اي بي سي بي. ايه الفرق ما بين الدي اتش سي بي والاي بي سي بي؟ الدي اتش سي بي سيرفر بيوزع اي بي سبنت ماسك وممكن يوزع اوبشنز زي مثلا دي ان اس جيت واي الحاجات دي كلها. انما الاي بي سي بي ده بروتوكول من ايام الدايل اب، كان معمول اساسا علشان ايام الدايل اب، ده بيوزع اي بي بس. بيوزع ايه؟ اي بي بس، حتى البريفكس ما بيوزعهوش، يظهر عند العميل اوفر 32 لان هو محتاج اي بي واحد بس، تمام. مين المسؤول بقى عن عمليه الاي بي ديسكفري؟ بروتوكول اسمه ان سي بي، نتورك كنترول بروتوكول. نتورك ايه يا شباب؟ كنترول بروتوكول، تمام. كده الراوتر خلاص اخد اي بي، تمام، هيقدر ساعتها يكونكت على مين؟ على الانترنت، تمام لغايه دلوقتي. طيب تعالوا نقارن بقى ما بين لير 2 في اللين ولير 2 في الوين. ده في حاله اللين وده في حاله الوين. في حاله اللين لير 2 لو نفتكر كده كانت مقسومه عندي لتو سب لايرز. السب لاير الاولانيه اللي هي الماك اللي هي الميديا اكسس كنترول اللي كان بيحط السورس ماك والديستنيشن ماك، صح يالا؟ واللاير الثانيه اللي هي ال 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 سي اللي هي اللينك كنترول بروتوكول. لينك لاير، سوري، لينك لاير كنترول، تمام. بالنسبه للوين بقى قال لك هي برضو مقسومه عندي لتو سب لايرز. الاولانيه اللي هي الان سي بي، اتفقنا اللي هي النتورك كنترول بروتوكول، تمام. والثانيه اللي هي ال سي بي اللي هي اللينك كنترول بروتوكول، تمام. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك ال سي بي زي ما اتفقنا دي المسؤوله ان هي بتعمل نيجوشيشن مع
الفيتشرز بينها، او سوري المسؤول عن النيجوشيشن بين الراوترز على شويه الفيتشرز اللي هنتكلم عنها، سواء بقى كومبريشن، ريلابيلتي، وات ايفر، تمام. انما الان سي بي دي زي ال ال سي بالظبط، لو تفتكروا ال سي بي كانت بتعمل نيجوشيشن مع الابر لاير عشان نشوف هنتعامل بانهي نوع من انواع الابر لاير بروتوكول، صح؟ يبقى تاني ال ال سي بي ده وظيفتها ايه؟ ها؟ مسؤول عن ان لاير 2 بتعمل نيجوشيشن مع الابر لاير عشان نشوف هنتعامل بانهي نوع من انواع البروتوكولات، تمام؟ وده يدخلنا في حاجه بقى، ايه هي؟ ايه الفرق كمان ما بين بروتوكول السيسكو او الستاندرد اتش دي ال سي وما بين بروتوكول البوينت تو بوينت؟ قال لك الاتش دي ال سي ده بروتوكول هاي ليفل او ابر لاير، اسا ابر لايرز اندبندنت اندبندنت بروتوكول، تمام. لكن بروتوكول البوينت تو بوينت بنقول عليه ان هو ميديا اندبندنت بروتوكول. يعني ايه؟ الاتش دي ال سي ما فيهوش ميكانيكيه انه بيعمل نيجوشيشن مع الابر لايرز، فايا كان الابر لاير بروتوكول انا ماليش دعوه بيه، شغال بقى اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 وات ايفر، ما بيعملش اي نيجوشيشن مع الابر لايرز، تمام. لكن بروتوكول البوينت تو بوينت لسه قايلين انه بيعمل نيجوشيشن مع الابر لاير، لكن في نفس الوقت البوينت تو بوينت ميديا اندبندنت، وده العكس. الاتش دي ال سي ما بيشتغلش الا على كابلات السيريال، لكن البوينت تو بوينت يشتغل على اي نوع من انواع الميديا، يشتغل على فريم ريلي بوينت تو بوينت اوفر فريم ريلي، مش هيقول لا بوينت تو بوينت اوفر اي تي ام، بوينت تو بوينت اوفر ايثرنت، تمام. يبقى اندبندنت على مين؟ ملهوش علاقه بمين، بالميديا اللي بيشتغل عليها، بالميديا مين اللي بيشتغل عليها، تمام. تعالوا بقى نشوف ايه هي الفيتشرز اللي بنتكلم عنها دي. يبقى هنتكلم دلوقتي عن بروتوكول البوينت تو بوينت فيتشرز، نرصهم بس كده الاول وبعد كده نتكلم عن واحد واحد. اول حاجه اوثنتيكيشن، تاني حاجه كول باك، تالت حاجة reliability fragmentation، أو خلي دي الخمسة، عشان بس معتمدة على المولتي لينك، تمام، والكمبريشن. نمسك بقى واحدة واحدة. أول حاجة اللي هي مين؟ اوثنتيكيشن. يعني إيه اوثنتيكيشن؟ هفترض تاني كده، هفترض تاني كده إن ده الراوتر بتاع العميل الكاستمر، وده الراوتر بتاع البي راس راوتر اتفقنا اللي هو رابطني بالإنترنت، يبقى ده الكاستمر وده البي راس راوتر، تمام. الاثنين كونكتد مع بعض سيريال، صح؟ ايه رايكم؟ البي راس راوتر ده اللي رابطني على الانترنت، بنسميه على فكره البي راس او الاكسس راوتر برضو، تمام. اكسس راوتر، اجريجيشن راوتر، كلها مسميات للبي راس راوتر، تمام. ايه رايكم اي حد كده يكونكت على البي راس راوتر يطلع انترنت، ولا المفروض ان اساسا البي راس راوتر يؤثنتيكيت العميل؟ انت عندك في البيت حتى الراوتر مجرد ما بتوصله خلاص طلعت انترنت لما تكون لسه شاري يعني، ولا لازم الاول تحط اليوزر نيم والباسورد اللي انت واخدهم اصلا من السيرفيس بروفايدر، صح؟ يبقى لازم يتم عمليه اوثنتيكيشن، تمام. عمليه الاوثنتيكيشن بتتم عن طريق اكتر من بروتوكول، اشهرهم الباب، وعندي كمان التشيب، وفي مايكروسوفت تشيب، وفي مايكروسوفت تشيب فيرجن 2، وفي الكربروس، تمام. تعالوا نمسك مثلا الباب. هفترض دلوقتي ان انا كنت شغاله باب، باب باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول. باسورد ايه؟ اوثنتيكيشن بروتوكول. ايه الفكره بتاعت الباب ده بقى؟ قال لك دلوقتي انا عندي هنا داتابيز على البي راس راوتر من اليوزر نيمز والباسورد بتوع العملاء، سواء موجودين لوكالي على الراوتر ذات نفسه او بيروح يقراهم من تريبل ايه؟ راديوس او تكاكس، ها؟ راديوس بقى، قلنا الراديوس هو المناسب اصلا للسيناريو ده،
قلنا الفرق الرئيسي ما بينهم ايه كمان، ان التكاكس عادة بستخدمه لما يكون الديفايس او اليوزر اس عايز يكونكت على الراوتر ذات نفسه، لكن الراديوس مناسب لما يكون العميل عايز يعدي عن طريق الراوتر يطلع انترنت مثلا. تمام، فالداتابيز ممكن تكون لوكالي، او لو هنتكلم فعلا عن الشائع عند السيرفيس بروفايدرز الداتابيز دي هتكون موجودة على مين؟ على راديوس سيرفر. تمام، فالمهم تاني العميل هيروح للبيرس راوتر يقول له بقول لك ايه، خد اليوزر نيم بتاعه اهو وخد الباسورد بتاعه اهو. البيرس راوتر هيتشيك اجينست الداتابيز اللي عنده على اليوزر نيم والباسورد صح ولا لا، لو هما صح هيروح باعت له اكنولج، اه خلاص انت كده في التمام تقدر تطلع انترنت عن طريقي او توصل لفرع شركه تاني مثلا وات ايفر. تمام، فالمهم تاني عمليه الاوثنتيكيشن هنا تمت على كام مرحله؟ 2، وعشان كده الباب بنقول عليه تو واي هاند تشيك. بنقول عليه ايه؟ تو واي هاند تشيك، سلموا على بعض مرتين. مشكلتي في الباب في حاجه، ايه هي؟ لو من ان ذا ميدل حظي بقى المنيل لقط اصلا الترافيك، تمام، والراجل ده لسه بيبعت اليوزر نيم والباسورد، خلاص انتهت، عارف اليوزر نيم والباسورد خلاص انتهت صح. وعشان كده الباب مش ريكومندد نهائي. امال تعالوا بقى كده نشوف اللي تشاب اصلا شغال ازاي، ونشوف الناس دي فعلا دماغها شغال ازاي. تشالنج هاند تشيك اوثنتيكيشن بروتوكول، تشالنج هاند تشيك اوثنتيكيشن ايه بروتوكول، ايه الفكره بتاعته؟ قلنا تاني على البيرس راوتر هيبقى عليه داتابيز من اليوزر نيمز والباسوردز بتاعه العملاء. تمام، في البدايه خالص الكاستمر هيروح للبيرس راوتر يقول له بقول لك انا عايز ادخل عليك، ما بعتلوش لسه حاجه، الحاجه الوحيده بس اللي بعتها له اليوزر نيم بس، هيبعت له ايه؟ اليوزر نيم، ما بعتش باسورد. تمام، يقوم الراوتر البيرس اليوزر نيم مثلا عبير، الباسورد بتاعته 1 2 3، كل عميل من العملاء دي بيبقى له بروسيس اي دي، كل عميل بيبقى له ايه يا شباب؟ بروسيس اي دي. هيروح باعت اصلا للكاستمر تشالنج نمبر، اللي تشالنج ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن راندوم نمبر، راندوم نمبر رقم عشوائي، اي رقم عشوائي، بلس البروسيس اي دي بتاع العميل ده اللي هو في حالتي كام؟ 1. العميل اللي اسمه عبير اهو واخد بروسيس نمبر كام؟ 1، فهيبعت تاني للكاستمر اي رقم عشوائي وهيبعت له البروسيس اي دي. يقوم الكاستمر يعمل ايه؟ خدوا بالكم كل ده لسه ما بعتش الباسورد. تمام، يقوم ياخد كل البيانات دي يضربها في الخلاط بمعادله كده اللي هي الام جي 5 يعني للدقه، يروح ضارب في الخلاط الباسورد بلس الراندوم نمبر بلس البروسيس اي دي بلس ايه يا شباب؟ البروسيس اي دي. ياخد كل الكلام ده يضربه كده في الخلاط، يروح مطلع قيمه اسمها هاش. هاش قلنا قبل كده معناها حاجه مشوهه، مش هيبعت للبيرس راوتر اي باسورد، امال هيبعت له ايه؟ الهاش. تمام، يقوم البيرس راوتر عاكس العمليه دي، بمعنى هو متوقع ان اليوزر او الكاستمر اللي اسمه عبير الباسورد بتاعها ايه؟ متوقع ان هي 1 2 3، يقوم ضارب الكلام ده في الخلاط مع الراندوم نمبر اللي هو بعته بلس البروسيس اي دي، يروح مطلع هو كمان هاش صح، ويقارن الهاش اللي جات له بالهاش اللي هو طلعها، لو نفس الهاش يبقى الراجل ده اساسا كان كاتب الباسورد صح، لو الهاش متغيره يبقى الراجل ده اصلا كان كاتب الباسورد غلط. يبقى المان ان ذا ميدل لو لقط ما يلقط يا عم، ما يلقط، واضحه؟ يبقى مين افضل بكتير، الباب ولا اللي تشاب؟ اللي تشاب اقوى بكتير. تمام، طيب ده بالنسبه للفيتشر الاولاني اللي هو الاوثنتيكيشن. طيب بالنسبه بقى للفيتشر الثاني اللي هو الكول باك، هفترض دلوقتي مثلا ان التو راوترز دول نرسمهم من الاول افضل، ادي راوتر ادي التاني R1 R2، ياد انت وهو. تمام، كول باك، كول باك يعني ايه؟ ده الراوتر مثلا بتاع فرع الشركه اللي موجود في ايجيبت، وده فرع الشركه مثلا اللي موجود في اليو اس اي ان شاء الله يعني، ماشي؟ ياد ده انت عيل رخم والله انك رخم، بس عشان نعرف بس مالكش دعوه. تمام،
عندي ده فرع الشركه بتاع ايجيبت وفرع الشركه بتاع ايه. يلا يا هبل، ده انا كنت هاخدك تشتغل هناك يلا. والله العظيم. اه يا ابني عيب عليك. تمام. المهم تاني، انا دلوقتي عايز اربط الفرعين دول ببعض. فاكرين ايام الداي الاب؟ تمام. ده الاب بالمناسبه كان شغال برضو ببروتوكول بوينت تو بوينت، فكان لازم ان انت اصلا تعمل كونكشن، تستابليش الكونكشن كده في البدايه، صح؟ طيب الراوتر بتاع ايجيبت لو هو بدا يعمل كونكشن اصلا على اليو اس اي، مين اللي هيشيل التكلفه؟ الراوتر بتاع ايجيبت. مشكلتي دلوقتي ان سعر التكلفه اصلا للدقيقه هنا في مصر مثلا اغلى بكتير من يو اس اي. تمام. طب والحل؟ قال لك ايه رايك؟ ايجيبت بس يروح عامل كونكشن بس، او يفتح الكونكشن بس على اليو اس اي كده، واليو اس اي يروح عامل تير داون للكونكشن ويبدا هو يعمل كول باك، عشان ساعتها مين اللي يشيل التكلفه؟ الراوتر بتاع ايجيبت هيشيل التكلفه بتاع اول دقيقه بس اللي هي فتح الكونكشن، وبعد كده اللي هيشيل التكلفه كلها اليو اس اي. طبعا دي تكنولوجي ليجاسي، لسبب في دلوقتي طرق افضل بكتير من اللي انا بقوله ده. عندي دلوقتي ريموت اكسس في بي ان مثلا لما ناخد المحاضره الجايه باذن الله. تمام. فاللي احنا بنتكلم فيه ده يعتبر تكنولوجي خلاص ليجاسي. تمام. اشبهها لكم بايه؟ كلمني. شكر. واضحه؟ ايه؟ لا مش الفيلم يا خف. تمام. طيب اللي بعديه، اللي بعديه ريلابيليتي. ايه الريلابيليتي ده؟ انا عندي تو بروتوكولز، واحد منهم ريلايبل والتاني ان ريلايبل، اللي هما التي سي بي واليو دي بي، صح؟ مين اللي بيعمل لي حته الريلابيليتي؟ الاند ديفايس. يعني انا عندي هنا كاس كمبيوتر وعايز يبعت داتا مثلا هنا لكاس كمبيوتر، الراوترز ملهاش علاقه نهائي. مين اللي بيعمل لي اصلا حته الريلابيليتي؟ الاند ديفايس. لو الباكت ما وصلتلوش، لو هو شغال تي سي بي هيطلبها تاني، لو هو شغال يو دي بي مش هيطلبها. قال لك ايه رايك بقى لو انا رميت الحمل على الراوترز هي اللي تعمل لي الكلام ده؟ يعني اخلي الراوتر ذات نفسه الباكت لو ما وصلتلهوش يطلب الباكت تاني. انا عن نفسي مش بفضل الفيتشر ده نهائي. ليه؟ لان عاده امكانيات الهاردوير بتاعه الانتي ديفايسز بتبقى اقوى بكتير من امكانيات الراوترز، فسيب الانتي ديفايس هو اللي يحدد حته الريلابيليتي ده. تمام. فعن نفسي زي ما بقول لكم مش بفضل خالص الفيتشر بتاع الريلابيليتي. مولتي لينك. ايه المولتي لينك؟ بفرض ان انت قررت ان انت تزود السرعه ما بين الفرعين، بس مشكلتك في حاجه ان البورت ده مثلا ما بيشيلش لاي سبب من الاسباب، مش قادر يعني سيريال قديم شويه. تمام. لو سبيد سيريال، مش قادر يشيل سرعه اكتر من 1 ميجا مثلا. طب انت محتاج ان انت تزود السرعه، تتصرف ازاي؟ قال لك السيرفيس روتر ممكن يسيع شويه، يعمل ايه؟ يوصل التو راوترز بتو لينكس. يوصل التو راوترز بايه يا شباب؟ بتو لينكس. ده سرعته مثلا 1 ميج وده سرعته 1 ميج، يبقى الداتا هتتبعت بسرعه كام؟ 2 ميج. لا ثانيه واحده بقى، لو احنا دلوقتي بنتكلم في راوتنج عادي هتعمل ايه؟ ايكوال كوست لود بالانس مثلا، باكت كده وباكت كده. لا انا مش عايزه كده، انا مش عايزه كل بورت على الراوتر يكون ليه اي بي مختلف، خصوصا ان انتوا هتكتشفوا في الان بي ان شاء الله لما تدوسوا فيها شويه اللي هيكمل فيكم ان بي، ان الراوتر اساسا ما بيعملش حاجه اسمها ايكوال كوست لود بالانس الا اذا كان الترافيك طالع من الراوتر ذات نفسه. هو انت هتبلج من الراوتر ولا من ورا الراوتر؟ فطالما من ورا الراوتر هنكتشف قدام انه ما بيعملش اصلا ايكوال كوست لود بالانس. تمام. وبالتالي انا كده برضو ضيعت سرعه لينك، وفي نفس الوقت انا مش عايزه كل بورت من البورتس دي يكون ليه اي بي خاص بيه مختلف عن التاني، صح؟ طب والحل؟ نتصرف ازاي؟ قال لك ايه رايك ان انا اجمع التو لينكس دول كانهم لينك واحد، بكريت فعلا انترفيس وهمي، اقول له انترفيس مولتي لينك. تمام. وادخل جواه التو فيزيكال انترفيسز دول، وبعد كده كل تعاملي هيبقى على الانترفيس الوهمي، احط اي بي على الانترفيس الوهمي، عايزه اقوم راوتنج نيتنج سكيورتي اكسس ليست وات ايفر، كل ده ايه؟ الراوتر بدا ان هو ينجلكت الانترفيسات الحقيقيه ويحس ان هو عليه انترفيس وهمي بس. تمام. بيفكرنا بايه في السويتشنج؟ الاسر شانل، صح؟ ده الحوار بتاع مين؟ المولتي لينك، اني اجمع اكتر من لينك كانهم لينك واحد بس. وساعتها الديفولت على الراوتر ان هو هيعمل لي فراجمنتيشن. فراجمنتيشن معناه انه يكسر الباكت، بمعنى هو الباكت حجمها قد ايه؟ 1500، صح؟ يقوم مكسرها. تمام. نص نص ونص. ومشكلتي كمان مع الفراجمنتيشن ان الراوتر ساعتها هيمسك كل نص من الباكت يحط عليها المعلومات بتاعت الهيدرز تاني من اول وجديد، سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس مش عارفه لير تو ادرس، ديستنيشن لير تو ادرس، المعلومات دي كلها. تمام. وبالتالي ده بيعمل لود على مين؟ البروسيسور الله يرحمه. تمام. ده بيعمل لود على مين يا شباب؟
البروسيس. وعشان كده الديفولت لو انا شغلت المالتي ليج هو لوحده بيعمل لي فراجمنتيشن، لكن اقدر ان انا اعمل له ديسيبل للفيتشر ده. واضحه؟ تمام. كومبريشن، ايه الكومبريشن؟ ان انا اخلي الراوتر ده قبل ما يبعت الداتا يضغطها. تمام. في عندي اكتر من نوع من انواع الكومبريشن بالنسبه للبروتوكول بوينت تو بوينت. على سبيل المثال اشهرهم ستاك، بريدكتور، ام بي بي سي، مايكروسوفت بوينت تو بوينت كومبريشن. مايكروسوفت ايه؟ بوينت تو بوينت كومبريشن. تمام. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ تعالوا كده ناخد اكزامبل كده مثلا على برنامج ال 7 زد وبرنامج الوين رير. ال 7 زد بيضغط ضغط محترم اكتر بس بيعمل لود اعلى. الوين رير الريشيو بتاع الضغط بتاعه اقل بس في نفس الوقت كمان الضغط على اللود يعني على البروسيسور اقل. نفس الفكره في الستاك والبريدكتور، الستاك الضغط بتاعه محترم اكتر واللود على البروسيسور اعلى من البريدكتور. تمام. مايكروسوفت بقى قالت ايه؟ انا هعمل لنفسي بروتوكول كومبريشن خاص بيا، لان بروتوكول البوينت تو بوينت مش شرط انه يشتغل ما بين راوترز، ممكن يشتغل ما بين راوتر وسيرفر قصاده مايكروسوفت. تمام. في سيرفرات في مايكروسوفت بنقومها فعلا ببروتوكول بوينت تو بوينت، لو هي كونكتد قصادها براوتر عايزين نعمل كومبريشن ما بيننا. تمام. يبقى ساعتها لازم ساعتها اتعامل ببروتوكول مين؟ ام بي بي سي. ما ينفعش اكون انا بضغط الداتا بالستاك واللي قصادي بيشتغل ام بي بي سي، مايكروسوفت بوينت تو بوينت كومبريشن، مش هيقدروا يتعاملوا مع بعض. وبالمناسبه الكومبريشن برضو من ضمن الفيتشرز اللي انا عن نفسي مش بفضلها، لان كون ان انت تسيب الراوتر يضغط الداتا ده لود على البروسيسور وبياخد شويه وقت. اه هيسافر في وقت اقل وما يعملليش كونجيشن، بس على ما يوصل للراوتر الطرف الثاني على ما يفك كمان الضغط برضو لود على البروسيسور وبياخد شويه وقت. ما تجيبش السيره دي قدامي. اهو انت ماشي. انا كنت اقصد انت مش البروسيسور. خلاص خلاص يا شباب، في اي مشكله كده في بروتوكول البوينت تو بوينت؟